أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي حفل توديع لرئيس الأساقفة مايكل لويس الأسقف الإنجليكاني في قبرص والخليج والرئيس الأسقف ورئيس مقاطعة القدس والشرق الأوسط. وأكد الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أكد أن رئيس الأساقفة مايكل لويس ساهم في تعزيز العلاقات بين البحرين والكنيسة الإنجليكانية، مشيدا باعتناء رئيس الأساقفة بالجالية الإنجليكانية في البحرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مايكل لويس شارك في الحوار والتعاون بين الأديان لاسيما مع الكنيسة الأرثوذكسية. من جهته قال رئيس الأساقفة مايكل لويس أن مملكة البحرين وبرؤية جلالة الملك المعظم تحث دائما على العيش المشترك والتعايش السلمي ونبذ خطابات الكراهية. طبعا مركز الملك حمد يقيم فعاليات سنوية وبشكل مكثف في إطار نشر ثقافة التسامح التي يتميز بها شعب ومملكة البحرين، ومن ضمنها إطار هذه الفعاليات هذه الليلة قمنا بتوديع الأرش بيشوب مايكل لويس، والذي كانت له جهود كبيرة بالتعاون مع مركز الملك حمد في تنفيذ وجهة نظر المركز وتعزيز ثقافة التسامح وفي جميع أنحاء العالم. هذه مناسبات مهمة جدا تؤكد الخطوة الحضارية اللي تتخذها البحرين بالنسبة للتعايش السلمي، وهذا تحقيق الحقيقة لأمنيات جلالة الملك بأن تكون البحرين مركز للتعايش السلمي، مركز للمحبة. ولذلك الحقيقة أنا سعيد جدا لأن أشارك في هذه المناسبة، وتحدثت مع الحقيقة الأرك بيشوب والبيشوبز أيضا، مجموعة منهم جايين من كل أنحاء العالم الحقيقة، ومعجبين أيضا بالبحرين.